مريم فخر الدين توفيت عن عمر 83 سنة. هي ولدت لأب مسلم وأم مجرية مسيحية، واسمها الحقيقي مريم محمد فخر الدين، وهي ديانتها الإسلام، وده أخوها يوسف فخر الدين، وكان زوجها الأول محمود ذو الفقار، وخلفت منه إيمان ذو الفقار، وديت إيمان بعد ما كبرت. زوجها الثاني كان محمد الطويل، وخلفت منه أحمد، وده أحمد أما كبر وحفيد مريم فخر الدين. والثالث كان المطرب المعروف فهد بلان، ودي صور جميلة ليه معاها. أما الرابع فكان شريف الفضال، وكان أصغر منها ب 13 سنة، وهي برضو قالت إن هي عاشت الحب في أفلامها فقط، ولكن ما ارتحتش مع أزواجها الأربعة.